نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي مقر النادي الأهلي بالجزيرة ومع أحد اللقاءات المهمة مع أحد أعضاء الجمعية العمومية. فاروق أهلا بيك، اتفضل. طبعا كل التحية ليك زميلي العزيز أمير هشام، وكل التحية أيضا والشكر موصول لكابتننا الكابتن هيثم السعيد، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم في حب النادي الأهلي وأحباء النادي الأهلي من كل مكان موجودين النهاردة، يعني أسرة أهلوية مصرية من سلطنة عمان النهاردة يعني صممت أنها تكون موجودة مخصوص، يعني نازلين في أجازة مخصوص علشان يدلي بأصواتهم في انتخابات النادي الأهلي ويشاركوا في هذا العرس والمشهد الحضاري اللي بيليق بقيمة ومكانة النادي الأهلي. طبعا أرحب بيهم على شاشة قناة النادي الأهلي، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وبنقول يوم في حب النادي الأهلي، وكل من ينتمي للنادي الأهلي بيعرف قيمة وقدر هذا اليوم. طبعا النادي الأهلي يعني الواحد يجي له من آخر الدنيا، احنا بنعشق الأهلي عشق ما تتصوروا. يعني أنا جاي من سلطنة عمان مخصوص والله عشان خاطر الأهلي وعشان خاطر كابتن الخطيب، يعني أنا رتبت الأجازة الأسبوع ده عشان مخصوص إن أنا أحط صوت أنا والأسرة، مخصوص حب في الأهلي وحب في كابتن الخطيب، لأن اللي إحنا شفناه من الكابتن الخطيب على وهو سواء كان لاعب أو هو رئيس للنادي أو كان رئيس النادي كان حاجة يعني تستاهل إن إحنا نجيله من أي مكان، ويا رب يكون في ازدياد وتقدم إن شاء الله دايما إن شاء الله. عايز أسأل حضرتك الوقت اللي أنت خدته في الإدلاء بصوتك استغرق وقت قد إيه؟ ما استغرقش، يمكن أقل من 5 دقايق، ما يجيش حاجة، أقل من 5 دقايق. الحمد لله. يعني انطباعك عن التنظيم شايفه ازاي؟ تنظيم رائع رائع. اولا انا جيت ركنت عربيتي في الجراج والاتوبيس مستنينا ورجينا لغايه النادي، وحاجه في منتهى الروعه يعني، والله تنظيم في منتهى الروعه يعني. عايز اروح لحضرتك بقى وقولي لي روضه انه لحلة مصر ولا عمان، وده يعني سؤال خارج المقرر. مصر طبعا، مصر. والنادي الاهلي، النادي الاهلي دايما احساس البيت الكبير، انت موجوده في البيت الكبير بيت النادي الاهلي، حابه تقولي ايه النهارده؟ انا سعيد ان انا من ضمن عائله الاهلي، وان شاء الله من تطور لتطور ان شاء الله يا رب. عايز اروح لحضرتك، ودايما الحنين للبيت الكبير او الوطن مصر بيبقى يعني من اللحظات السعيده، وايضا الحنين للبيت الصغير او البيت النادي الاهلي بتبقى لحظات بنستنى ان احنا ننزل لارض الوطن او ان احنا موجودين في بيت النادي الاهلي. طبعا مبسوطين جدا، واسعد حاجه ان احنا نشوف النادي الاهلي في رقي وازدهار، ومبسوطين قوي بالرئيس النادي، مش عارف الحمد لله. الاجازه بتاعتنا كام يوم؟ اسبوع. يعني كده خلص منها كام يوم لحد دلوقتي؟ 4 ايام. عايز اروح لحضرتك ان يكون عندك تصميم ان انت يعني تعدل مواعيدك على الحضور لانتخابات النادي الاهلي وانك تشارك في هذا العرس، امر بيدل على قيمه عضو النادي الاهلي. اولا تحيه ليك وتحيه لقناه النادي الاهلي العظيمه، وتحيه للناس اللي في الاستوديو، والحقيقه عشان خاطر النادي الاهلي نمشي اميال واميال، يعني ده النادي اللي هو صانع الفرحه لينا زي ما بيقولوا، للشعب المصري كله مش بس الاهلاويه، دايما مشرفنا ورافع علم مصر في كل المحافل الدوليه، حاجه عظيمه جدا جدا جدا. وكمان النهارده لما دخلنا وشفنا حاله التنظيم اللي موجوده حاجه تفرح وحاجه تسعد، ومش غريبه بقى ان النادي الاهلي لسه بالامس القريب واخد جائزه احسن مؤسسه رياضيه في الشرق الاوسط والعالم العربي تقريبا، حاجه بتشرف كل الاهلاويه الحقيقه. فعشان كده بنيجي للنادي الاهلي، مش كتير عليه ان كل 4 سنين نيجي، عشان وبعدين انا بقى من جيل الستينات والسبعينات اللي كرفت اتفرجت على كابتن بيبو وهو لسه طالع كابتن بيبو، حبينا الكوره وحبينا النادي الاهلي عشان خاطر كابتن بيبو، فلازم نجي له طبعا، نجي له ونجي لقائمته يعني، مش عاوز كلام. كابتن هيثم امير اعتقد كلمه طالعه من القلب بدون اي تكلف عشان خاطر الاهلي نمشي اميال واميال، دي الصوره وده المشهد اللي احنا لامسينه هنا من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. ومن الامور المهمه جدا برضو يا امير ويا كابتن هيثم، عشان النادي الاهلي مختلف، انت بتلاقي الروح ما بين المرشحين، بنشوف السلام ما بين المرشحين في النادي الاهلي سواء القائمه او المستقلين، في مشهد بيدل على قيمه النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي وقيمه من يمثل منظومه النادي الاهلي، كلها امور بتشرفنا ان احنا موجودين في منظومه عمل هي بتحمل عنوان النادي الاهلي.